قاعدين على العشاء من امام قاعه ديميرجا للالعاب والاحتفالات بالعاصمه الارمينيه يربان. ننقل لكم مشاهد من استعراض الاسلحه المستخدمه في الجيش الارمني قبل يوم من الذكرى 102 للاباده التي تعرض لها الشعب الارمني على يد السلطات العثمانيه. غدا يصادف الذكرى 102 للاباده البشعه والجريمه الكبرى التي ارتكبتها السلطات العثمانيه في عام 1915، وراح ضحيتها 1.5 مليون من الابرياء من الشعب الارمني، وما يقارب 800,000 من الآثوريين، و 500,000 من اليزيديين، وما يقارب 750,000 من اليونانيين. في داخل هذه القاعة عرض وتعليم الأطفال والمواطنين على كيفية استخدام وتفكيك وتركيب بعض الأسلحة، وهناك إقبال شديد من قبل الأطفال والشباب للتعلم. هناك في الأسفل نشاهد عرض مجموعة أخرى من الأسلحة المستخدمة في الجيش الأرمني. قاعة ديميرجان للاحتفالات والألعاب الداخلية. هذه مجموعة أخرى من صنوف الجيش الأرمني. أرمينيا اليوم ليست أرمينيا عام 1915. بهذه الأسلحة صدوا الهجوم الذي تعرض لها في يوم 1/4 من عام 2016، وكبدوا الجانب الأذربيجاني خسائر فادحة في غضون 4 أيام. حرب استغرقت 4 أيام بعد خروقات الهدنة التي ارتكبتها أذربيجان. أصدقائنا الأعزاء، اليوم نكتفي بهذا القدر من عرض هذا الاستعراض، ونوعدكم إن شاء الله غدا إصابة يوم 24 أبريل يوم الشهيد الأرمني. سننقل لكم بعون الله لقطات مباشرة من جزيرة راغابير قلعة السنوني نصب الإبادة الجماعية في أرمينيا. انتظرونا غدا بعون الله. إلى اللقاء.